مظلوم البرجينيو ينطلق بعملية الإحماء ابن برجينيو نجمة سولاز الملك أبو عزات المدرب أبو عزات قيادة ليوسف نائل خطيب على صاوة شمس الغزال ابن غزال الفوات وسارية الجمل الملك حسين مراد المدربين اسطبلات المعتز قيادة لنائل خطيب محمد العزيز على صهوة دهمان دهمان ابن زين الدين ومنيت الملك محمود نجم من كفر مندا المدرب أحمد المنصور اسطبلات أبو منصور قيادة لمحمد العزيز خلي يستنى شوية عملية الإحماء مع السواعد هلال النهار ابن مسعود الأم بنت سلطان النهار الملك على أبو حسين من منشية زبدة المدرب أيضا أبو حسين قيادة لأو السواعد أبويا قيصر مين هو ايه قيصر ايضا ينطلق بعمليه الاحماء مع موشي قيصر بن قيس البيداء الام بنت البلال الملك حسن ابو غوش المدربين مربط الشقيب قياده لموشي الأسبوع القادم أيضا مفتوح الدرجات لهبة ميدان خير عشرات روح جيب لي بين ستين مايك بدك مايك خيول المجموعة الخامسة زعيم بلانس هلال النهار مظلوم البرجينيو دهمان شمس الغزال وقيصر وفعلا إخواني ينطلق الشوط الخامس على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله دهمان وزعيم بلانس ينتزع الصدارة من البداية زعيم بلانس مع ياس أبو جمل متصدر هذا الشوط دهمان مع محمد العزيز بالمراتب الثانية نائل خطيب مع شمس الغزال بالمراتب الثالثة الخيول بالمراحل الأولى من السباق موشي مع قيصر الآن يقلص الفارق نحو المراتب الثالثة زعيم بلانس ما يزال متصدر هذا الشوط دهمان بالمراتب الثانية مع محمد العزيز إلا أن زعيم بلانس مع ياس أبو جبل يأبى التنازل عن المرتبة الأولى بدخوله الخط المستقيم ها هي الخيول دخلت الخط المستقيم زعيم بلانس مع ياس أبو جبل بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما يزال متصدر هذا الشوط دهمان يندفع من الخارج مع محمد العزيز دهمان وزعيم بلانس بنزاع عن المرتبة الأولى دهمان وزعيم بلانس يا سلام يا سلام دهمان وزعيم بلانس دهمان وزعيم بلانس دهمان وزعيم بلانس يا سلام يا سلام يا سلام دخول ثنائي زعيم بلانس ودهمان على المرتبة الأولى ما شاء الله تبارك الله بلانس بطل هذا الشوط بن شهيد بن الليالي الأم نجمة بنت بلانس للمالك حسن علي صبري من عنوط المدربين الصبلات آل أبو جبل على الكاميرا يا شباب على الكاميرا على الكاميرا ما شاء الله تبارك الله زعيم بلانس لم يتوفق بالانطلاقة للشوط ما قبل هذا لينضم إلى هذا الشوط ليحقق إنجاز كبير لتتويج جماعي مع دهمان صاحب المرتبة الثانية بهذا الشوط دهمان ابن زين الدين ومنيت الملك محمود نجم مدربين اسطبلات أبو منصور قيادة لمحمد العزيز ما شاء الله عليك محمد العزيز قيادة موفقة لمحمد العزيز الخيال الواعد خيال مستقبل محمد العزيز اسطبلات أبو منصور المرتبة الثالثة كانت لقيصر بن قيس البيداء وبنت البلال الملك حسن أبو غوش مدربين مربط شقيب كان بقيادة موشي مبروك ألف ألف مبروك موشي الخيال الواعد ما شاء الله عليك موشي حبيب قلبي
مع قيصر صاحب المرتبة الثالثة حبايب قلب الله يسعدكم، أهلا وسهلا.